ترى المجموعة العربية أن خطورة الوضع تستوجب تضافر الجهود جميع القوى الحية من أجل ضمان الوقف الفوري للعدوان والتكفل السريع بالأزمة الإنسانية الكارثية في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومن ثم العمل على توفير المناخ والظروف المواتية لاستئناف عملية السلام قصد معالجة جذور الصراع بإنهاء الاحتلال جميع الأراضي الفلسطينية وفقاً لمرجعيات الدولية ذات الصلة.